هل فكرتم يوماً أن تدخلوا موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟ إذا كنتم تعتقدون أنه لا موهبة أو مهارة لديكم تؤهلكم لدخول الموسوعة، قد تكونون مخطئين. فماذا تعرفون عن موسوعة جينيس العالمية؟ تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. أصدرت النسخة الأولى من الموسوعة السنوية عام 1955 بفكرة انطلقت من رأس السير هيو بيفر المدير التنفيذي لمصنع جينيس للمشروبات الكحولية أثناء حضوره حفل صيد بعد نقاش دار بينه وبين أحد الأشخاص حول أسرع طائر في أوروبا، ولم يصل النقاش إلى جواب نهائي نظراً لعدم وجود كتاب مرجعي للتأكد من الإجابة. جينيس انطلقت لتحل الخلافات الجدلية في التجمعات والنقاشات، وكلف الأخوان نوريس وروس ماكوايتر المهتمان بجمع الحقائق وتوثيقها بهذه المهمة. بالإبحار قليلاً داخل صفحات الموسوعة ستجدون العديد من الأرقام القياسية الملفتة والغريبة. الألماني كاي ساندماير صاحب 30 عاماً استمر في اللعب بهذه الوضعية لمدة 6 دقائق و34 ثانية. هنا الجدة الويلزية نانا بوبلز جمعت 1800 قطعة من زينة وحلي أعياد الميلاد. When my grandchildren brought their children here and they saw what I'd done to the ceiling, they were, oh my gosh, oh my gosh. Every year they can't wait for them to go up. They know that it's coming towards Christmas. جون إيفانز صاحب 74 عاماً وبقدرته على التوازن والثبات لمدة 10 ثوانٍ حاملاً 96 صندوقاً من الحليب. إيفانز لوحده حصل على 98 رقماً قياسياً في حمل العديد من الأشياء بثبات وتوازن. الروسية ناديا كوماروفا تمتلك 20,000 قطعة من متعلقاتها الشخصية على شكل وهيئة الخنفساء المرقطة. В принципе, если мы кто-то придумает, как перебить, скажем, мой рекорд, не вопрос, я его тут же перебью снова, потому что реально у меня вот сейчас примерно около 20,000 предметов в виде божьих коровок разных, абсолютно не повторяющихся. И вот согласитесь, ну глупо держать такую красоту всю вот заперти, да? Люди просятся, можно ли к вам посмотреть? Но они же не понимают, что это не совсем музей. Я же здесь живу, это мой дом, здесь живут мои дети, здесь живет мой кот. الفلبيني بيرسيفال لوك صاحب 50 عاماً يعمل على جمع ألعاب المطاعم السريعة منذ طفولته، ولديه الآن منها أكثر من 20,000 لعبة. موسوعة جينيس نفسها دخلت موسوعة جينيس أيضاً كأكثر الكتب مبيعاً حول العالم. هناك أيضاً العديد من المحاولات الفاشلة. هنا زوجان من نيوزيلندا حصدا حبة بطاطس كبيرة حسب زعمهم وأرادا دخول الموسوعة، لكن تبدد حلمهما بعد أن أرسلت الموسوعة ردها بأن هذه الثمرة من نبات القرع وليست بطاطس. يبقى السؤال هنا، هل لديكم ما يؤهلكم لدخول الموسوعة يوماً ما؟